السلام عليكم. اليوم مقطعنا فورتنايت وسط روكيت ليج. كيف؟ تو نشرح. في ما في واحد جاي صمم ماب روكيت ليج وسط فورتنايت، مع ان اللعبه تختلف 360 درجه، لكن انا مش عارف كيف ابدا. نقولوا بسم الله، خلونا نحطوا لايك واشتراك، خلونا نجربوا الماب وباذن الله يعجب. اول شيء عندنا المابات هما تحدي القياده اللي هو هو اللي عليه الدوه، عندك تحدي التفادي، عندك تحدي الحلقات، عندك تحدي العقل، تحدي الالوان. نبدو من الاول وان شاء الله نفوزهم كلهم. اول تحدي قولوا بسم الله. هذا قبل شوف ضايله ترى هذه روكيت ليج، روكيت ليج اصليه. طب 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 شفت الفخ اكي برا ولا لا 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 هلبة هلبة ضاعت. محاولة تانية ديك اجيبوك تمشي على الحافلة. اوكي ضل شو صار؟ مش منطيحوش غلب شوية بشوية منطيحوش. هذا من وين بيكون؟ مربط. صعبة صعبة صعبة. عاش كده. ما عرفت كيف انا هو غلب. والله كانت جد مليحة بس شلنا فيه للأسف. معلش طيب في كتش بناء هذا تعدي فيه. زبط نقعدوا على الوحدة هي نقعدوا. ما أظني من الكتب. علمي قريب موت. هادي وين؟ هادي وين؟ لا حول ولا قوة. ركز بس. ركز لو حاجة في النص. يعني حاجة فوق. كل شيء. لا حول الله. شوية عليك بشوية بشوية ما تبيش استعجال. ايش استعجال؟ شوية عليك بشوية عليك استعجل. هي هي اخر مره بنجرب. كان تخين يكفي فاشل كل التحديات. هذا التحدي اللي ننجح فيه معقوله؟ لا لا خمر ندره لي كبدي مش عنده تحديات سهل. بابات صعبة عليه.
كيف 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 انا ما درت شيء انا ما درت شيء بس كيف اه والله لو كنت وثاني تحدي فشلنا فيه لان انا حمار نزل تحدي العقبات هذا نقول ان شاء الله ننجحوا فيه انني ارى اه يا متعين ستايل خالد دي خالد بيش تقدم فوق بيش تقدم أنا بالنسبة للماب هذا كرهت نمشي للماب اللي بعده والماب هذا فشلنا فيه أيضا أنا فاشل فيه حتى حياتي مين هذا منوم هذا شيني طبعا عناصر مفقودة هذا لغز what the hell مانيش عارف هو هي هي خلا تنزل لونجز لونجز شيء شيء ما أخر على المبات أحرف مبات في العالم الأول فشلنا فيه الثاني فشلنا الثالث فشلنا مزلنا الرابع والأخير آخر أمل عندي هذا شيء شني هذا؟ كيف وين نمشي؟ شكلك كيف؟ وصلنا النهاية وفزنا شني أنا لساتي مش فاهم أنا مش فاهم حياتي شني هذا شني بالله عليك انا شايف بعيد ضمري ضريما تمشي للأصفر للأصفر هذاك الأخير هذا تمشي نكون وصلنا لنهاية المقطع إن شاء الله عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتقييمي للماب 0 من 10 لأنني ما فزتش ولا واحدة فيهم كيف المطور هذا ما فهمتاش أنا يا هو فهمونا كيف أنت اخترعت كيف ينفاز شيء ما فزتش ولا واحدة